السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أقول زيادتك في آخر سلامك ومغفرته هي بدعة وليس بسنة. أنا قد قلت السلام عليكم، فليس لك أن تزيد على وبركاتي والسنة فيما لو أنا ألقيت السلام عليك كاملا، وحينئذ تزيد فتقول ومغفرته. لتعمل بقوله تعالى: وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها. طيب يا شيخ، في أمان الله. إذا قلت بأمان الله فاستدرك وقل السلام عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى.